عاصفة شديدة البرودة، كان هناك طبيب شاب ساهرا في طوارئ إحدى المستشفيات الصغيرة، وفجأة دخلت عليه سيدة كبيرة في العمر تبدو عليها مظاهر الإجهاد والمرض، ويظهر من ملابسها وهيئتها حالتها المادية البسيطة، وكان معها شاب في 30 من عمره يبدو عليه هو الآخر علامات التعب وقلة النوم. اقترب الطبيب من المريضة وسألها عما يؤلمها، فأجابته بصوت متعب: أعتقد أن السكر والضغط مرتفعان. ابتسم لها الطبيب في هدوء وبدأ الكشف عليها. في هذه الأثناء رن هاتف الشاب، فخرج من غرفة الكشف معتذرا بأدب حتى يجيب على الهاتف، وبعد دقائق معدودة عاد إلى الغرفة وعيونه تمتلئ بالدموع دون أن ينطق بكلمة واحدة. ثم سأل الطبيب باهتمام عن حالة المريضة، فأخبره الطبيب أنها بحاجة ضرورية إلى الأنسولين وهو غير متوفر في المستشفى، فقال الشاب: سوف أحضره حالا من الصيدلية. فقالت له السيدة: ولكن البرد قارس بالخارج يا بني، لا أريدك أن تتعذب، يكفي ما قمت به من أجلي حتى الآن. أجابها الشاب بلا تفكير: المهم سلامتك. وعندما انصرف الشاب قال لها الطبيب: إن من واجبه رعايتك، فأنت أمه. أجابته السيدة: أنا لست أمه، لقد كنت آتية إلى هنا في هذا الجو البارد سيرا على قدمي حتى أوفر ثمن المواصلات. فتوقف هذا الشاب جانبي بسيارته وعرض علي أن يقوم بتوصيلي إلى المكان الذي أريده، وها هو يذهب ليحضر الدواء ويدفع ثمنه من جيبه الخاص. وبعد مرور دقائق معدودة عاد الشاب ومعه الأنسولين، ومن جديد رن هاتفه فخرج ليجيب، ثم عاد هذه المرة وعلى وجهه ابتسامة عريضة وهو يردد: الحمد لله، الحمد لله، أشكرك يا رب. اقترب الطبيب منه وسأله: ما الموضوع؟ لقد خرجت في المرة الأولى لترد على الهاتف ثم عدت حزينا كئيبا، ولكنك في هذه المرة أراك مسرورا. قال الشاب: أنا أعمل في هذه المدينة، بينما زوجتي تعيش في بيتنا في مدينة أخرى، وهي حامل بعد 7 سنوات من الزواج، واليوم هو يوم ولادتها، وقد نزفت دماء كثيرة، وفي الاتصال الأول أخبروني أن حالتها خطيرة وتحتاج إلى دم، ولا يوجد من فصيلة دمها في المستشفى. وخلال طريقي إلى الصيدلية لأقوم بإحضار الأنسولين دعوت الله عز وجل وتوسلت إليه وأنا أبكي كي ينجيها وينجي المولود القادم. وفي الاتصال الثاني بعدما عدت بالأنسولين أخبروني أن 3 أشخاص غرباء من جمعية التبرع بالدم دخلوا فجأة ومعهم أكياس دم للتبرع للمستشفى من جميع الفصائل، والحمد لله تم إنقاذ زوجتي وابني وهما الآن بصحة تامة والحمد لله. قال الطبيب والدموع تنساب من عينيه: الخير الذي فعلته مع هذه السيدة عاد إليك بالخير وبأسرع مما تتوقع، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.